من التهميش والحضور الخجول إلى تيار أساسي يزاحم 12 مقعداً وفق استطلاعات الرأي لانتخابات الكنيسة القريبة، ما قد يجعلها القوة البرلمانية الرابعة في إسرائيل. الحديث عن تيار الصهيونية الدينية نقطة تحول كبيرة أحدثتها حرب 67 في حكم حزب العمل، هو العودة إلى الأماكن التوراتية المقدسة لدى اليهود في الضفة الغربية وغيرها، ومن الشراكة في اليسار والوسط إلى شراكة اليمين بعد الحرب بسنين، واعتبار ضعف حكومة العمل مسوغا لاستفحال الاستيطان وإنشاء المستوطنات، فوصول الليكود إلى الحكم الذي جعل التيار المتدين الصهيوني يميل نحو اليمين الواضح، لتلحق بذلك بعد سنوات تطورات أخرى كالانتفاضتين جعلت التيار يأخذ مكانا في اليمين المتشدد أكثر فأكثر. واليوم نحن أمام تيار أساسي تميل الأحزاب نحوه من أجل الاستقطاب، تيار يتبوأ تلاميذه وأبناؤه مناصب عليا رفيعة في الدولة وفي عدة حقول كالقضاء والنيابة والإعلام والجيش وغيرها. فكيف حصل التحول؟ وما العلاقة بين الصهيوني المتدين والمتدين القومي؟ وكيف تغيرت المفاهيم المتعلقة بعلاقة الدين والدولة؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في حلقتنا لهذا اليوم. آخر استطلاع للرأي يتكهن أن تكون كتلة أقصى اليمين الصهيونية المتدينة رابع قوة نيابية في الكنيسة برصيد 12 مقعدا من أصل 120. اسم القائمة يعود إلى مكون اجتماعي في إسرائيل، لكنه أيضا تيار في الحركة الصهيونية منظره الحخام كوك الذي وعلى عكس أغلب الحخامات صالح الصهاينة العلمانيين. جذور الكتلة تعود إلى حزب المفدال، حزب تأسس عام 1956. المفدال كان وقتها مع اليسار ومعقلهم في الكيبوتسات المتدينة، لم يكن اهتمامهم أمنيا أو يعنى بالسياسة الخارجية، بل التربية اليهودية والتبشير الداخلي، أي إعادة اليهود إلى تعليم الدين وطقوسه ليس أكثر. الصحوة الدينية في إسرائيل بدأت بعد انتصارها المفاجئ والساحق في 1967 ما اعتبر معجزة إلهية، وتعززت بعد السيطرة على المقدسات اليهودية في القدس وسيناء والخليل ونابلس. التغيير انعكس على السياسة وذروته في أواسط السبعينات، حينها انقلب شباب المفدال المتشدد على الحرس القديم المعتدل داخل الحزب ونقلوا الحزب إلى اليمين، فأصبح معقل الحزب في المستوطنات واهتمامهم تحول إلى الأمن والسياسة الخارجية. تحول لم يشمل كل المكون الاجتماعي، لكنه انعكس على الكتلة، فنتج عن المفدال حزب البيت اليهودي، ومنه خرج الاتحاد القومي، اتحاد أنشأ كتلة الصهيونية المتدينة بعدما تحالف مع عناصر متشددة أكثر لا تنتمي إلى التيار، هم أتباع كهانة وحزب عتسما يهوديت. علاقة الليكود بأتباع كهانة منحت أولئك شرعية طالما أفلتت منهم، وأظهرت الانتخابات الوشيكة تبدلا عميقا في علاقة الإسرائيليين معهم بشكل غير مسبوق. أما مجتمع الصهيونية المتدينة فزاد نفوذه في السنوات الأخيرة في الحياة العامة وخصوصا الإعلام والجيش والمحاكم، كما وصل أحد أبنائه نفتالي بنت إلى رأس هرم السلطة كرسي رئاسة الحكومة العام الماضي. التقدم الصاروخي للصهيونية المتدينة يثبت أن دعمها لا ينحصر في مناطقها أو جمهورها التقليدية فحسب، ما يعني أنها حققت هدفها الأول تطبيع وضعها والخروج من التهميش. أما هدفها الانتخابي فأن ينجح نتنياهو بتشكيل حكومة تشكل عمودها الفقري. ونرحب بضيوفنا الأكارم في هذه الحلقة، الأستاذ جيرمي سلتن المستشار في حزب يمين، مرحبا بك أستاذ جيرمي، وكذلك عبر خدمة الزوم دكتور مردخاي كيدار الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي، مرحبا بك، وكذلك الأستاذ عمر مصالحة الباحث في الديانة اليهودية، مرحبا بك كذلك. وأبدأ معك أستاذ عمر في الحديث عن بدايات هذا التيار، عندما نتحدث عن هذا التيار وكما استمعنا إلى ما جاء في التقرير، الحاجة التي دفعت إلى إنشائه ومنظروه الأوائل. عند اليوم عندما نحكي عن
الصهيونية الدينية هو اسم دلالي. الصهيونية الدينية اليوم أخذوه سموه حزب، لكن الصهيونية الدينية الاسم الدلالي له هو للتمييز بين اليهود الذين انخرطوا في الحركة الصهيونية وبين اليهود المتزمتين. يعني هاي الدلالة اليهود، يعني للتمييز بيناتهم بالشكل اليهود الصهاينة المتدينين الصهاينة هن اللي بيلبسوا الكيبا، يعني الطاقية المطرزة على الرأس للتمييز من الحريدي. إذا بنيجي للي بصير اليوم، حزب المبدال بعد الثمانين مر كثير انقسامات حتى وصلنا هاي المرحلة. اليوم الـ أنا بدي أقول رأيي الشخصي، الاندماج بين عثماء يهودية والصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش، رأيي أنا بقوله هي مش بالضرورة زيادة أعضاء كنيسة في السياسة، في إشي اسمه مش دائما واحد زائد يعني واحد. أستاذ عمر، بطبيعة الحال نحن سنتدرج تاريخيا حتى الوصول إلى هذا اليوم وكل ما يتعلق بمقاعد الكنيسة، ولكن دعنا نكون في أوائل يعني نشوء هذا التيار والاسم الدلالي كما أشرت إليه أستاذ عمر. وأتحول بالسؤال هنا إلى دكتور مردخاي، يعني التحول الكبير الحاصل عام 67 كما تحدثنا في البداية، كيف يمكن تلخيص هذا التحول، لا سيما وأن نتحدث عن شراكة حينها مع حزب كحزب العمل؟ أولا العرض التاريخي لهذه الحركة، وأنا جزء لا يتجزأ منها بما علي القبعة المطرزة، البداية لم تكن في الخمسينيات، منذ المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897، بمعنى قبل أكثر من 125 عام، الذي انعقد في بازل في سويسرا، كان يضم من البداية كتلة متدينة، وهي كانت قلبا وقالبا مع الحركة الصهيونية العلمانية على فكرة. بمعنى لم يكن هناك من بداية الحركة الصهيونية لم يكن هناك فصل واضح بين المتدينين والعلمانيين. كان هناك بين المتدينين كما تفضل السيد مصالحة، بين المتزمتين دينيا الذين عارضوا الحركة الصهيونية لأسبابه، ولذلك لا يمكن يعني عرض موضوع الصهيونية الدينية وكأنها بدأت في الخمسينيات. هي كانت جزءا لا يتجزأ من هذه الحركة طيلة السنوات منذ أواخر القرن التاسع عشر. هذا أولا. ثانيا، أيضا من ناحية المشاركة مع العلمانيين في بناء هذه الدولة، المتدينون الصهاينة مثلي كانوا يخدمون في الجيش وفي أماكن العمل وفي مرافق التعليم والتعليم العالي، كانوا جزءا لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي الحديث الذي عاد إلى هذه الأرض من جميع أصقاع المعمورة المتدينين. وشوف حتى هناك الكثير من الأسر التي واحد من الأولاد يعني تخلى عن المحافظة على الوصايا بصورة فعلية، وأخوه يعني ينضم إلى الكتلة المتدينة وهم إخوة لا يتخاصمون على هذا الشيء. بمعنى هناك درجات للحفاظ على الشريعة اليهودية، وليس هناك هذا التقسيم، ليس تقسيم ثنائي، بل هناك الكثير من التقسيمات الجزئية. ولكن يعني دكتور مردخاي، لا شك أنه العلاقة مع المجتمع الإسرائيلي، المجتمع اليهودي في إسرائيل، بدأت تتبلور درجة بعد أخرى ومستوى بعد آخر مع مرور السنين، وهذا ما يعني سيحولنا إلى السؤال التالي وما يتعلق بحرب 67 أستاذ جيرمي سلتون، وهذا ربما التحول الكبير الذي حصل، وخصوصا مع التطرق إلى موضوع المستوطنات، المناطق التوراتية المقدسة التي ذكرت.
أني خشيف شيم أنا خمستقيم. أعتقد أننا إذا نظرنا إلى الحركة الدينية كظاهرة فإن الحديث يدور يمكن أن نبدأ عن فترة سابقة أكثر وليس كما يقول الدكتور كدار. يجب أن ننظر يمكن أن ننظر إلى القرن العشرين بداية القرن العشرين وإقامة حركة مصراح من ناحية أيديولوجية. أرى ثلاث حركات من الناحية الدينية. الأولى كانت حركة وعمل، هذا كان قبل 77 قبل المنقلب في الحكم في إسرائيل. كان النمط الرئيسي في الحركة الدينية وهم يؤمنون بالتوراة وبالعمل الزراعي وبالكيبوتسات المتدينة. وهناك حركة كان يرأسها شمشون هيرش الذي كان يتعارض مع الصهيونية، والذين وصلون طريقهم الذين جاءوا إلى أرض إسرائيل وصلوا إلى إلى استنتاج أنشأوا مدارس متدينة. هذا كان نوع من التيار أكثر حر في بعض مواقفه. وهناك أيضا تيار ثالث يمكن رؤيته في البداية بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو التأثير على كل من قدم للبلاد في سنوات السبعينات من القرن الماضي. التوراة والعمل، فإن الحديث هذه ثلاثة أيديولوجيات التي يمكن أن ننظر إليها اليوم وكل التيارات منها. وسنأتي على ذكر ما آلت إليه الأمور اليوم، ولكن أستاذ عمر مصالحة في هذا السياق، يعني الانتقال عبر السنين كما تحدث الضيفان الكريمين، يعني الانتقال عبر السنين من مجرد حركات وتيارات طعنة في الدين إلى حركات بقي الدين هو وازعها الأساسي، ولكن مع إضفاء تحركات سياسية، هذا النموذج هل غيرته المفاهيم المتقلبة لدى التيار أم الواقع الذي يعني فرضه الصراع كالحروب وكالانتفاضتين مثلا وغيرها؟ أريد أن أتطرق لنقطة مهمة للمشاهدين العرب. إحنا بننظر للصهيونية الدينية، يعني بنبدأ التعداد عندنا من 67 الاستيطان، لكن الصهيونية الدينية تحكمت في الحياة الاجتماعية المؤسساتية للدولة من الخمسينات عندما تولى يوسف بورج وزارة الداخلية. كانت ظاهرة التعيينات، يعني في فترة بورج معظم موظفي وزارة الداخلية كانوا من اليهود المنتمين للصهيونية الدينية، يعني رؤساء الألوية وإلى آخره، إلى درجة يعني في هذه الفترة كان حزب المبدال في كل منطقة يعين مستشار عربي أو شخص عربي مقرب للحزب والوزير. هاي نقطة، وزارة يعني التحكم بوزارة الداخلية. بننتقل من بورج لهامر. في فترة زبولون هامر وزارة المعارف تحولت إلى مركز للصهيونية الدينية في كل طولا وعرضا. الموظفين من أصغر موظف لأعلى موظف كانوا من الصهيونية الدينية. هذول أهمتين أهم وزارات في دولة إسرائيل. يعني من هنا بدأ تأثير الصهيونية الدينية في وزارة الداخلية، وزارة المعارف اللي هي أساس بناء المجتمع. بعد 67 الكل يعني الأنظار توجهت لموضوع الاستيطان في الضفة، وإحنا نسينا أنه كان استيطان كمان في قطاع غزة وفي سيناء. الصهيونية الدينية كانت المبادرة، يعني أعضاءها شبابها كانوا الطلاعيين في موضوع الاستيطان. وحزب العمل الحاكم وقتها أيد
هذا الموضوع يعني بالهدوء يعني بالسكوت، لكن من حين بدت فترة ثانية في التأثير الصهيونية الدينية على المجتمع الإسرائيلي كل مبنى. يعني هنا بدل موضوع الاستيطان اليوم في راسنا، يعني الناس لا احنا نسينا في الماضي الصهيونية الدينية التي تمثلت في حزب المبدال أثرت على المجتمع الإسرائيلي من خلال وزارة الداخلية وبعدها وزارة المعارف. أنا عندي شعور التأثير للصهيونية الدينية على وزارة المعارف موجود لحد يومنا هذا. ويعني في هذا السياق دكتور مردخاي، يعني الصهيونية الدينية كما تحدث الأستاذ عمر كان لها ذروة في التأثير على شكل المجتمع اليهودي، شكل المجتمع الإسرائيلي. برأيك أين كانت ذروة هذا التأثير الحقيقي؟ كما تفضل الأخ مصالحة بأن المتدينون الصهاينة كانوا طليعة المستوطنين خاصة في الضفة الغربية وفي القدس وفي أجزاء القدس التي ضمت لإسرائيل بعد حرب حزيران عام 67، لأنهم كانوا مشبعون، هم كانوا مشبعون بالإحساس بأن هذه كان معجزة من عند الله سبحانه وتعالى الذي أعطانا تلك الأجزاء من أرض إسرائيل الموعودة ووحد القدس تحت سيطرة إسرائيل اليهود بمعنى ولذلك هم كانوا يعني الروح الدينية ازدادت بهم بصورة هائلة مع ازديادها واشتدادها أيضا في الأوساط العلمانية أيضا. بمعنى كانت هناك موجة من الرجوع إلى الدين بعد حرب الأيام الستة عام 67. هذا واحد. الشيء الثاني هو مع التركيز للصهيونية المتدينة في المستوطنات، هم لفترة ما أخلوا المدن يعني اليهودية الأخرى، بمعنى تل أبيب ورمت جان والمدن الأخرى. الكثير من الشباب غادروها وانتقلوا إلى المستوطنات لفترة ربما 20 عام. لم يكن هناك شباب متدينين، أتكلم عن الثمانينيات والتسعينيات، وهذا من وازع ديني لما ذكر في التوراة بطبيعة الحال الأماكن المقدسة. لا هم كانوا ينظرون إلى الاستيطان في الضفة الغربية كنوع من تنفيذ الديانة اليهودية بحذافيرها، مع ولكن البقاء في المدن العلمانية كان يعني ينظر إليه وكأنه يهودية من الدرجة الثانية. يعني التجسيد لليهودية كان في عينهم في الاستيطان في الأرض. الرجوع إلى الدول إلى المدن الألمانية كان في بداية القرن الثاني الألفين بمعنى. نعم، يعني وفي جزئية أخرى نتحدث أستاذ جيرمي عن ما يعرفون بالخردريم التي تؤمن بأن العلاقة بين الصهيونية والدين هو الدين. لا شك أن هذا التيار تعاظم وقوي لدرجة الحديث عن دولة شريعة، بعدما كان الحردريم سابقا يعلمون أنهم أقلية لم يجرؤون عن الحديث عن هذا الموضوع. اليوم الموضوع مختلف. المعمد اليوم زي بخلت المنزلة هذه الأيام تختلف تماما. أنا أتطرق إلى مسألة سباستيا في بداية سنوات السبعين، وعندما يتحدث الدكتور كدار عن هذا الموضوع وبعد ذلك كانت الأزمة، أزمة الانفصال في 2005، والتي في أعقابها نحن نرى ظاهرة بأن هناك نوع من الشباب والمتدينين الذين يعودون إلى إسرائيل الصغرى من الناحية الاستراتيجية، وهم يذهبون إلى المدن المختلطة وفي داخل إسرائيل
بإيحاء من التوراة. نفتالي بنت كان رئيس الحكومة الأول من التيار الديني أيضا إيفي. كان هناك جنرال في الجيش من الحركة الدينية. هذا الوضع يدل بأن المتدينين بدأوا يندمجون في حياة الدولة بصفة شاملة شمولية ولم يتطرقوا لمواضيع بأنهم يقلون شأنا عن الآخرين وبعد التأثيرات التي لم يتوقعونها بعد الانفصال وهم يعودون إلى إسرائيل الصغرى كما يقول جيرمي. وهنالك نقاش داخلي كبير في داخل التيار الصهيوني المتدين حول كل قضية ما يتعلق بهل نبقى في الوسط هل نكون في التطرف. هناك نوع من النصر المرتجل الواسع بالنسبة إذا تم الحديث أولا بأنه تم التمحور على المفدال فإن الآن هناك نصر وانتشار واسع من ناحية الأحزاب المتدينة. ليس هناك كثير من المتدينين موجودون في أحزاب يسارية ولكن في داخل اليمين هناك من يريدون أن يندمجوا بالحزب الأكبر حزب الليكود وهناك من يريدون أن يذهبوا إلى سموتريتش وإلى بن غفير وهناك من يريدون أن يكونوا عمليين كرجال يمين كمتدينين يمينيين كأيلت شاكيد وزيرة الداخلية وابن حنان بيرات عمي حي بيرات هو موجود في الرباعية المرشحة للكنيسة من أيلت شاكيد. نعم يعني دكتور مردخاي المجموعة التي كانت قلة قليلة في الهامش اليوم هي مينستريم تيار رئيس معظم الأحزاب تحاول الاستقطاب داخلها ولديهم أعضاء في أحزاب مختلفة تحول كبير شهدته أو شهده هذا التيار على مدار سنوات طويلة. أولا هناك عامل ديموغرافي لأن المتدينين عندهم عادة عدد أولادهم أكبر بالنسبة لعدد الأولاد في الأسر العلمانية ولذلك التكاثر الديموغرافي جعلهم جزءا لا يتجزأ من الكثير من الصناعة ومن الأكاديمية وفي الخدمة العامة ولذلك اليوم ترى المتدينين في كل مكان هم يعني في كل محافل الدولة وفي كل الوزارات وفي كل شيء هم جزء لا يتجزأ من المجتمع. هذا نقطة في غاية الأهمية وهم لا ينخسرون فقط في الشؤون الدينية كما الحارضين بمعنى متزمتين دينيا هم يعني المساحة التي أخذوا لأنفسهم من مساحة دينية. المتدين الصهيوني هو في كل مكان. أنا كباحث في علوم الشرق أنا ليس لدي عايش أي علاقة باليهودية المتدينة هذا خبرتي وهذا ما أنا تعلمته العربية في المدرسة وتفننت في هذا الشيء. هذا يعني ولذلك علينا ليس لنا اليوم الإمكانية في فصل المجتمع الصهيوني المتدين من المجتمع الصهيوني العام. هم جزء لا يتجزأ ولا يقبلوا هم في الفن وفي الفنون وفي كل شيء وفي كل مكان. نعم يعني استاذ عمر بسؤال اخير وباقتضاب اذا سمحت يعني تحدث دكتور مردخاي عن التغيرات الديموغرافيه وعن عدد يعني الابناء في كل عائله الكبير هل نتحدث عن فقط اسباب ديموغرافيه ام الرغبه من قبل هذا التيار وابناء هذا التيار وتلامذه هذا التيار بان ينخرطون داخل يعني المؤسسات العليا في الدوله تحدثنا عن النيابه عن القضاء وغيرها. إذا إحنا بنحكي اليوم عن الأحزاب الدينية يعني المبدأ وما بعدها اطلع لحزب الليكود في نسبة حتى من أعضاء الكنيسة ومؤيدي حزب الليكود المصوتين هن من الصهيونية الدينية الصهيونية اليوم الصهيونية الدينية نعم تتوزع على
كل مناحي الدولة. بروفيسور كيدار من جامعة بار إيلان، جامعة بار إيلان اليوم من الجامعات، هي جامعة للصهيونية الدينية ومن أهم الجامعات في البلاد. في عندك كثير مؤسسات تعليمية تابعة لليهودية الصهيونية. وكل نقطة بتحط إصبعك عليها في المجتمع الإسرائيلي، في المؤسسة الإسرائيلية للصهيونية الدينية، في أشخاص ووظائف. إذن أشكرك جزيل الشكر أستاذ عمر مصالح الباحث في الديانة اليهودية، الشكر موصول كذلك لضيفي الأستاذ جيرمي سلتن المستشار في حزب يمينة، وكذلك الدكتور مردخاي كدار الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، نلتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من انتخابات 2022، كونوا بخير، إلى اللقاء.